اي يا باشا، لقيتوا ركنه؟ طب الحمد لله. مستنياك، احنا في الدور التاني ما تتاخروش. سلام. طب انا من سطح لسطح بقى قريبي. ها هتفضلوا كده مبحلقين انتوا الاتنين؟ بنت في ايه؟ هتفضلي مستنيه لغايه ما الحكومه تيجي وتتريق مع الواد ده والكلبوش في ايدك؟ هو انا خاطفها مش بمزاجها؟ لا يا حبيبي، الكلام ده بقى مش شغلنا، شغل الحكومه. هم اللي يحققوا 4 في 4 في 15 في 45. وبعدين انت بتتكلم ليه؟ هو انا سامعه صوتك ليه؟ لا يا حبيبي، ده الموضوع وسع قوي وانت مش قده، واهل رندا الف كل حاجه والجرس هتبقى للركب. ويا حبيبي يا المأذون يا هتتدفن، وتختار انت بقى وتقول لي. يلا يلا بنت قدامي. ايه؟ عايز ابوك يجي ياخدك من الاسم ولا اتصل بيه دلوقتي اقول له انك هنا؟ لا لا لا، صدفه. انا مش عايزه ارجع لهم والنبي عشان خاطر. هترجع لهم، هترجعي يا عين امك. ذو عافيه هتنزلي معايا دلوقتي، ماشي؟ لان النيابه طالعه. بس عامه شفت الجبان؟